بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا قبل ما نبداو هاد الشابيت هذه غادي نشوف واحد النصيون مهمة، وهي اللي غادي تبين لنا بزاف تاع الحوايج اللي كيتعلقوا بلا بروغراماسيون كليون سيرفر، أو لا بمعنى آخر دوك لي زابليكاسيون اللي كيكونوا كيتعلقوا بكوتي كليون ولي زابليكاسيون تاع كوتي سيرفر. طيب، إذا لوبجيكتيف من هاد الدرس هذا هو ندير واحد الفرق بين لابليكاسيون اللي كيكون اللي ما كنستخدموش فيها الكليون، كتكون ابليكاسيون سامبل ما فيهاش كود، عفوا ما فيهاش سيرفر، ما كنبازيش فيها على السيرفر، او لا كيكون فيها السيرفر ولكن كيكون السيرفر لوكال، بمعنى في وسط الماشين فين كاينه لابليكاسيون كليون هي فين كاين السيرفر. علي تيب الاخر تاع لي زابليكاسيون اللي مثلا اللي هما لي زابليكاسيون ويب، او لا لي سيت ويب ديناميك تايب سبيد دوت نت. هاد لي سيت ويب غادي نشوفوا الحاله فاش كيكون هاد السيت ويب فوسط ماشين او لا فوسط بي سي كليون، ثم كيتكونيكتا مع واحد السيرفر اخر. اذا هنا كتكون لا كونيكسيون، انا كونيكسيون لوكال، ثم هنا كتكون كونيكسيون ديستون. طيب، اذا نشوفوا الفرق بين هاد لابليكاسيون او لا بين النوع الاول وبين النوع الثاني. طيب، هنا غادي نشوفوا اول حاله هي لابليكاسيون اللي كيكون فيها كليون في بوست و سيرفر سيباري، او لكن واحد لا ديستونس بين بي سي كليون وبين السيرفر. اذا عندنا الكليون هو الاولاني، ثم كاين عندنا السيرفر. اذا لاي سبي دوت نت كاين دائما واحد لا كونيكسيون بين الكليون وبين السيرفر. تقدر تكون هذا السيرفر يقدر يكون لوكال ويقدر يكون ديستون، بحال مثلا لوكال في هذه الحاله تاعتنا، وديستون مثلا لا ايبرجي السيت في وسط الانترنت وكونسلتيتو من البي سي تاعنا. طيب، هنا قلنا دائما كتكون واحد لا كونيكسيون بين الكليون والسيرفر. السيرفر كيصيفط كوموند، او عفوا الكليون كيصيفط كوموند والسيرفر كيعطي واحد لا ريبونس. اذا بالنسبه للكليون اش كيصيفط؟ كيصيفط واحد الميساج او واحد الكوموند كيتسمى ريكويست. ريكويست اللي هو الطلب، كيبغي واحد الطلب من عند السيرفر. اذا كيكون الطلب في هذا الاتجاه هذا من الكليون لجهه السيرفر، بينما السيرفر فاش كيتوصل بداك الطلب او بداك الكوموند كيهز كيتخيطي كي اكزيكوتي داك الكوموند في وسط السيرفر. واش كيصيفط؟ كيصيفط واحد الحاجه كتسمى ريسبونس، او لا الريزولتا لا ريبونس. وهاد لا ريبونس ملي كتجي كتجي من جهه السيرفر فير ليتيليزاتور. اذا هنا لاحظنا بين بي سي كليون وبين السيرفر كاين واحد ديستونس، كاين واحد المسافه، بمعنى ان السيرفر والكليون ما كاينينش في نفس البوست. طيب، ثم بالنسبه لابليكاسيون اللي غير كوتي كليون، لاحظنا اما كوتي كليون او لا كوتي كليون سيرفر، او او ميم طون سيرفر فين كاين في وسط الماشين فين كاين الكليون، بمعنى ماشين وحده فيها كليون وسيرفر او ميم طون. اش كيوقع؟ كيكون عندنا البي سي بهذا الشكل هذا، ثم الا بغيت نجبد شي كوموند اش كندير؟ كنصيفط الكوموند، ولكن فين كنصيفط؟ على السيرفر. ما كان ما كانت الدوموند ولا الكوموند ما كيمشيش بواحد المسافه، ولكن كيكون في وسط الماشين. اذا لاحظنا الكوموند كيجيناش كيجي الماشين، ثم الريبونس كذلك كتخرج من الماشين، ثم الا كانت كوموند اخر كيرجع للماشين. بمعنى ماشين وحده كيكون فيها كليون وسيرفر او ميم طون، او لا كاع لي دوك لي تريتمون كيكونوا في وسط ماشين وحده. اذا كيف ما سبق لي ذكرت، هاد القضيه هادي تقدر تكون في ابليكاسيون اللي عندها علاقه بالسيرفر، او لا ابليكاسيون سامبل. في هاد الحاله هادي بعض الامثله على هاد لي زابليكاسيون، بحال مثلا ابليكاسيون جيستيون دو ستوك. اذا ابليكاسيون جيستيون دو ستوك اللي تكون فيها لا باز دو دوني فوسط البي سي، في هذه الحاله دي ديريكت كاع لا كونيكسيون كتكون فوسط البي سي، ما باقيش كنحتاج نصيف شي حاجه للبي سي اخر او للسيرفر اخر. مثال اخر مثلا بحال بروغرام تاع مايكروسوفت اوفيس، مثلا مايكروسوفت اوفيس وورد، فاش كان مثلا كاع لي تريتمون اللي كيوقعوا كيكونوا فوسط البي سي. على سبيل الى سيت مثلا بروغرام تاع الام اس ان او البروغرام تاع الجيمال او شي بروغرام اخر، جي تولك او شي بروغرام اخر، هنا اش كيوقع؟ كيكون الكليون كيصيفط ميساج للسيرفر اللي كيرجع ميساج للكليون. اذا احنا الهدف نتاعنا باش نعرفوا ان بعض لي زابليكاسيون كاع دوك لي تريتمون كيكونوا في نفس البي سي، او لا لو تريتمون كيكونوا في وسط بي سي اخر، هنا باش نفهموا واحد جوج لي نوسيون مهمين. طيب، انا غادي ندير واحد المعاينه اخرى، او لا غادي نشوفوا هاد المقارنه بطريقه اخرى. كاين عندنا بي سي الاول هو سيرفر ديستون،
اذا هذا كيكون هذا البي سي الاول اللي فيه سيرفر ديستون، بمعنى كيفاش ديستون بعيد، كاين هنا بي سي كليون وكاين السيرفر في واحد في واحد سيباري على هذا البي سي كليون. بينما انا السيرفر لوكال في الحاله فاش كيكون عندي واحد السيرفر لوكال، او لا في الحاله تاع ابليكاسيون بلا سيرفر، بمعنى ان كاع داكشي اللي كيوقع كيوقع في نفس الماشين. طيب نجيو الحاله الاولى في سيرفر ديستون، اش كيكون عندنا سيرفر، اذا ها كليون ها سيرفر، وبين هاد الكليون والسيرفر اش كيوقع؟ لاحظنا كاين هنا تي ا وهنا اس ا، اشنا هي تي ا واشنا هي اس ا؟ غادي نشوف هاد لابارتي هنا، كاين هنا اس كتساوي سيكيوريتي ثم تي كتساوي لو طون، لو طون. هنا في هاد الحالة نتاع فاش يكون السيرفر ديستون، فاش كنصيفط واحد الكوموند او لا كنرد واحد الريسبون، كنصيفط واحد كوموند انا، او لا حنا ديجا شفنا المو تكنيك اللي هو ريكويست، كنصيفط واحد ريكويست او كتجينا واحد ريسبونس، في هاد الحالة هادي كيكون هذا التعامل في واحد المدة زمنية تي، كيكون التعامل في واحد المدة زمنية تي، ثم المستوى نتاع السيكوريتي كيكون هو اس ان، اذا تي ان مدة زمنية ثم واحد النيفو السيكوريتي. طيب ندوزو للسيرفر او لو تيب تاني، دائما اش كيوقع لنا في نفس الماشين، لاحظ معايا في نفس الماشين كيوقع لنا اكزومبل، مثلا اعطينا اكزومبل مثلا تاع ابليكاسيون لي زابليكاسيون بيروتيك عفوا اون جينيرال، اش كيكون كاع دوك لي كونيكسيون او كاع دوك لي تريتمون كيكونوا في نفس الماشين، ولكن بواحد السرعه او بواحد المده الزمنيه في الاستجابه تي 2، وفي واحد المستوى نتاع السيكوريتي اس 2. اذا دابا غادي نعرفوا اش الفرق بين هاد تي 1 او بين السرعه فاش كتوصلني الريبونس من السيرفر ديستون، والسرعه في هاد الحاله نتاع، ولا ميم شوز بالنسبه للسيكوريتي، شحال المستوى السيكوريتي هنا مقارنة مع المستوى تاع السيكوريتي. إذا هاد لا كومباريزون غادي تكون بهذا الشكل هذا، هو أن تي أن أنا السرعة أو المدة الزمنية فاش كتكون عندي الريبونس كبيرة بزاف على المدة الزمنية فاش كتكون عندي الريبونس في وسط هاد البي سي هذا. علاش؟ هنا في هاد الحالة هادي كنصيفط كوموند، وهاد الكوموند يقدر يمشي في الكونيكسيون، يقدر يمشي في لي كابل، يقدر كي يكون ديستون. اذا كتستغرق المده باش كنصيفط الريكويست او فاش كتجي ريبونس كتكون طويله شويه مقارنه مع هاد البي سي ابليكاسيون ديسكتوب، ابليكاسيون ديسكتوب. لا ميم شوز بالنسبه للسيكوريتي اس ان بهذا الشكل هذا، هنا اس ان تكون صغيره بزاف مقارنه مع سيكوريتي اس 2. هنا في هاد الحاله كتكون عندنا مده زمنيه سريعه، بمعنى كتكون لا ريبونس سريعه، و حتى السيكوريتي كتكون مرتفعه بزاف مقارنه مع هاد لو تيب تاني. اذا دائما لي سيت ويب اللي كيكونوا في الانترنت كيكونوا مهتدين في البارتي سيكوريتي، في البارتي سيكوريتي، داكشي باش ان اغلب لي زابليكاسيون كيكونوا افونسي بحال مثلا في لي زونتربريز وفي لي سوسيتي الكبار كيكونوا لوكال، كيفاش السيت ما كيكونش مايفيرجي في وسط الانترنت، كيكون سولمون في سيرفر لوكال. اذا هنا لاحظنا لو كان السيرفر ديستون كيكونوا بزاف المشاكل مقارنه مع السيرفر لوكال او الابليكاسيون بلا سيرفر. اذا بالنسبه فاش هاد لابارتي الثانيه فاش كان اش كنقصد بهاد السيرفر لوكال، اما يكون البي سي كتكون واحد لا كونيكسيون في سيرفر لوكال، او لا شي ابليكاسيون بلا سيرفر، حيت ابليكاسيون بلا سيرفر حتى هي كتكون في واحد المده زمنيه كبر ومستوى صغر و سيكوريتي مرتفع. الى هنا تيبان لي غادي تكون الفكره توضحت غير بالنسبه للكود نتاع او لابارتي باش نفهموا الفرق بين ابليكاسيون اللي عندها واحد سيرفر لوكال سيرفر ديستون، وعلاش الناس كيستخدموا سيرفر لوكال او لا كيستخدموا سيرفر ديستون، وان اهم العوامل اللي كتلعب على هاد لابارتي هي لا سيكوريتي ثم لو طون او لا ديغي نتاع لا ريبونس. الى هنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.